برحب بحضراتكم مرة تانية، وعندنا الحقيقة كلام كتير عن النادي الأهلي وموسيماني والفترة دي. المباريات في الدوري طبعا الفترة اللي جاية اللي كلنا عنينا عليها، طبعا كأس العالم للأندية، سوبر إفريقي والسوبر محلي مع كابتن عادل طعيمة، طبعا نجم الأهلي السابق اللي منورني في الاستوديو. منورني يا كابتن، أهلا ودايما وسهلا، بتنورنا والله، ربنا والكلام يخليك. معاك دايما ممتع في الكورة. ربنا يخليك، ربنا يفرجك. ربنا يخليك يا كابتن. وخليني ابدا معاك طبعا من مباراه الانتاج. عايز اعرف، شفت المباراه ازاي فنيا، وشفت ازاي الفرق ما بين الشوط الاول والشوط الثاني وتعامل موسيماني مع المباراه؟ ليه بقى لنا فتره الشوط الثاني دايما هو اللي لازم يكون الحل عشان نفوز بالمباراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا لازم نبقى عارفين انه موسيماني جه عمل طفره نفسيه رائعه جدا وطفره فنيه. ما كانش عنده وقت للتدريب، لكن هو ابتدى يشتغل على العمل النفسي كويس، وابتدى يعرف ان اللعيبه اللي معاه عندهم من الخبرات، ان هو ممكن لما بيدي لهم تعليمات هينفذوها حتى من غير ما يبقى في تحضير في الملعب. لو نفتكر ماتش انبي وماتش المقاولين والماتشات الاول ما جه قبل ما نلعب الوداد، وعلى الرغم من الضغوط اللي كانت موجوده في ماتش الوداد في مصر او بره او في المغرب، كان الاداء ثابت، اداء رائع جدا، اللعيبه بتنفذ كل حاجه هو بيطلبها منه. الراجل لحد النهارده بصفتي مدير فني يعني بقول لك ان الراجل ده ما خدش اسبوع علشان يعمل تدريب يصلح فيه حاجه معينه او يبتدي يعمل خطط معينه، ما عندوش وقت، بيلعب كل 3 ايام مباراه، وبالتالي الضغوط اللي عليه. لو تفتكري احنا لما خدنا بطوله افريقيا بعد 3 ايام كنا بنلعب ماتش في الدوري طبعا، وبعدين ابتدينا نخش في الكاس. وبعدين ابتدينا نخش في الدوري العام، مفيش اي وقت ان الراجل يبتدي يعمل شغل. مفيش شك انه مع الاصابات، مع كورونا، مع الحاجات دي كلها اثرت في بعض اللعيبه، ويمكن احنا شفنا المؤتمر الصحفي بتاعه امبارح، وانا بحترم الراجل ده جدا لانه بيتكلم بصراحه، صح، ما عندوش يعني نوع من انواع اللوع. فلما بيقول ان انا عندي اصابات وفي لعيبه مش جاهزه، هو بيجهزها. مثال مثلا عمرو السوليه لسه بيحضره، مروان بيحضره، وهكذا. في لعيبه قفشه برضو كان لسه مش جاهز، كهربا كان واخد برضو الكورونا ولسه داخل. الامور دي كلها بتاثر في اللعيب. الشوط الاولاني دايما الفرق اللي بتنافس او بتلاعب النادي الاهلي بيبقى عندها قوه فوق العاده وهي بتلعب النادي الاهلي، بيطلعوا يعني افضل ما عندهم طبعا قدام بطل افريقيا، بس ده طبيعي صح؟ شوف يا ساره، على مدى تاريخ النادي الاهلي الفرقه اللي بتلاعب النادي الاهلي الماتش اللي بعديه يعني العمليه بتكر. بتبص تلاقي الماتشين الثلاثه اللي بعديه، يعني انت لعبت ماتش النادي، طب وبعدين الثلاث ماتشات اللي بعديهم؟ بتبص تلاقي النتائج للاسف بتبقى سلبيه. انت خد الماتشات كلها بنفس القوه وبنفس القدر علشان المنافسه تكبر. فالشوط الاولاني الحقيقه بتبقى الفرقه نازله وعامله فرقه اللي هي بتنافس النادي، بتبقى واخده قوه دفع غير طبيعيه. بتوصل احيانا الى مرحله الخشونه شويه، زياده شويه. فطبعا الشوط الثاني بيبقى الفتنس او الجري، كميه الجري بيبدا يبان الفرق بقى الفني والبدني بالنسبه طبعا بين النادي الاهلي والنادي اللي بيلعب. برافو عليك. يعني شفنا امبارح الانتاج بذل جهد غير طبيعي في الشوط الاولاني بالظبط. الشوط الثاني برضو احنا اولادنا، ما اقدرش اقول ان الفتنس بتاعنا مش كويس، لا، لكن هو الراجل بيعمل تغييرات بتبقى مؤثره بالظبط. عندك بدايل، عندك دكه تخلي ان الفتنس لا مكمله معاك. وحصل برضو يا كابتن في ماتش سيراميكا وماتش الاتحاد نفس السيناريو اللي حضرتك بتتكلم عليه. علشان كده دايما النادي الاهلي بطل، علشان بنسميها البدلاء مش الاحتياطي، لان الفرقه كلها البدلاء بالظبط صح. الفرقه يعني كلها الفرقه أساسي. كلها ما فيش حاجه دكه صح. لا، هي دكه اللعيبه اللي هي صح، مؤثره جدا صح. ولو تلاحظي انه الثلاث اربع افراد او خمسه اللي بينزلوا في كل الماتشات بمؤثرين.